طبعا صحيح برنامج سيدتي مخصص للسيدات، بس اليوم الرجل له نصيب من البرنامج معنا. طبعا نرحب باستاذ سعود الغربي، صحافي واكاديمي كمان ومؤسس ملتقى اعلاميون. حياك الله. الله يسلمك ويحفظك، وانا سعيد اني اكون معاكم. والرجل والسيده يكملان بعض بلا شك، وهما ثنائيه الحياه يعني. جميل. يعني سمي أستاذ سعود، طبعا في البداية غني عن التعريف زي ما قالت زميلتنا رندا، لكن كنا حابين نعرف أكثر عن دخولك لمهنة الصحافة والإعلام. طبعا دخولي لمهنة الصحافة يعني عبر الجامعة، تخصصت في مجال الإعلام والصحافة تحديدا، تخرجت من قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، وعملت في نفس الجامعة أيضا في رسالة الجامعة كمدير تحرير ونائب المشرف العام على رسالة الجامعة، وكملت الماجستير أيضا في جامعة الملك سعود، وعملت في الصحافة ما بين جريدة الرياض، الاقتصادية، صحيفة اليوم. وتخطط تصير دكتور وإن شاء الله قريبا. معلومة على طول أخذتها. الآن أدرس الدكتوراه برضو في الصحافة في جامعة الإمام يعني. جميل. إن شاء الله. جميل. يعني في مقولة معروفة دائما نسمعها ونقولها، وهي مطمئنة إلى حد ما، أنه محظوظ أو سعيد من كانت هوايته وظيفته. صحيح. لو كانت حتى دراسته مجال تخصص. نعم. نعم. وأنا عندي عبارة دائما يعني أقولها للشباب، يعني أنت اختر مهارتك تختار حياتك. صح. اختر مهنتك تختار حياتك. فكل ما كنت دقيق وتختار مهنتك ووظيفتك بعناية، كل ما نجحت. من خلال تجربتي وزيارتي للمجتمع الغربي، وجدت كثير من المجتمع الغربي يعملون في هواياتهم، وبالتالي يبدعون ولا يملون، وايضا المنافسه تقل يعني. يعني ما يشتغل في المهنه هذه الا ناس متخصصين فيها يعني. هو لازم استاذ سعود اللي مثلا انا مثلا هوايتي اكتب، ينفع انه انا اشتغل في الصحافه، بس انا مو دارسه صحافه، انا دارسه مثلا اقتصاد واداره. هل فعلا لما الواحد يدرس اكاديميا يقدر يثقل هذه الهوايه اليوم بالضروره؟ لا، اليوم انا وانا جاي بالطريق شفت تغريده لمغرد على تويتر يقول ان الشركات العالميه بدات الان توظف اصحاب شهادات الثانويه، وانها اصبحت تهتم بالمهارات وتقيم التوظيف والراتب على مهارات الشخص. فالشركه او الخدمه تحتاج المهاره، اذا الشخص اتقن هذه المهاره فهذا المطلوب للمستفيد من الخدمه. الان الاعلام اساسا مجال واسع، وبالتالي احنا عندنا يعني احد الركائز الاساسيه في الصحافه هي الصحافه المتخصصه. يعني عندنا الصحافه الاقتصاديه، عندنا الصحافه الرياضيه، عندنا الصحافه كذا، وبالتالي انت لما تكوني من خلفيه اقتصاديه ودراسه اقتصاديه اكيد الاعلام حيستفيد منك، وحيكون لك اضافه طبعا واقع خبرتك المعرفيه. اقتصاد واداره، وما دخلت ابدا في المجال الاعلامي في الاقتصاد، لكن برضه حب الشيء. يعني انا حسيت كذا استاذ سعود انه هو عنده شغف، عنده شغف بالضبط للحاجه، بالنسبه لي نفس الشيء احنا بالضبط. فكنت حابه كمان اعرف ايش هو الشغف اللي شدك للاعلام والصحافه. طبعا الاعلام صناعه دائمه، يعني فيها ابداع، فيها تميز، كل يوم تعيش قصه. نعم. ما تنتهي، وبالتالي ما فيها ملل او روتين، هي تجديد اساسا. صحيح. وقائمه على الابداع وقائمه على الحس. وبالتالي احنا يعني باستمرار في الصحافه نتعامل مع التحرير ان المطبخ الصحفي، يعني ما هو بعيد عن المطبخ حق المرأة يعني. نسمي المطبخ الصحفي لان كل صحفي له نفس، يعتبر كل صحفي له نفس، والنفس مرتبط. صحيح. مرتبط. ايوه، في نفس، وبالتالي كل ما كنت انت متقن لهذا المنتج اللي تنتجه للجمهور وطلع بنفس مميز، كل ما كان تابعك الجمهور. صحيح. كل ما قدمت شيء له ذائقه يعني. من التخصصات اللي موجوده في الاعلام البروديوسر، واذكر زمان قرات مقال يقول لك البروديوسر مهنه من مهنه لا مهنه له. طيب الان صرنا نعرف ان البروديوسر ركن اساسي في البرامج، بالاضافه الى ذلك طلع انه الاعلامي من اهم الوظائف، بحيث انه هو يعتبر السلطه الرابعة. صحيح. ويأثر على الرأي العام. صحيح. طيب. قائد الآن يعني احنا لما نأتي لأي مهنة في الإعلام بكل مجالاتها، هي مهنة مؤثرة وأساسية. العمل الإعلامي حلقات
متواصلة، لا يمكن هو عمل فريق واحد، ما يمكن يعمل في شخص واحد أو عمل شخص واحد، بالتالي يكمل بعض. البروديوسر قلب النابض للبرنامج، لضبط الهواء، لضبط التفاصيل، للمحتوى، للمداخلات، لتوجيه كثير من العمل. يعني لما نشاهد برامج غربية متقنة لأن البروديوسر محترف يعني. وبالتالي وعلى فكرة يعني كلمة إن البروديوسر عمل من لا عمل له، ترى هذه مشكلة في الإعلام ككل، الإعلام عمل من لا عمل له، لأن الإعلام لكن يطلب إبداع يا أستاذ سعود يعني. صحيح، بكمل بس إذا سمحت لي. الإعلام مجال جاذب، فيه علاقات، مجلس صور علاقات، في كسب مادي، فيه ما يعني في وجاهه، في حضور، في كذا، فهو يجذب الناس. جميل. كثير يجذب الناس، وبالتالي ممكن نشوف السوشيال ميديا حضرت المجتمع بشكل رهيب. صحيح. تويتر اعلى عدد في السعوديه. صحيح. ومغردين. نعم. وكذا، وبالتالي مجتمعنا اساسا مجتمع اعلامي طبيعته. كيف تقيم اذا اقدر اسالك استاذ سعود انه هذا اعلامي؟ لانه الان صرنا نشوف يعني على تويتر بالذات، على السوشيال ميديا يعني عامة، بس تويتر بحاول أخصصها شوي لأنه الإعلامي فلان وأنت ما قد سمعتي عنه. بس كيف نحدد؟ إيه الآن طبعًا تويتر يتكلمون إنه كشف كثير من المغردين، وكشف مستوى كثير من الشخصيات والأسماء، سواء في اللغة، سواء في المعلومة، سواء في التعامل، سواء في الأسلوب، هذه كلها عناصر تبين مهنية الشخص. أنت لما تضع نفسك على منصة تويتر أنت لم تعد ملك شيء نفسك، فيجب تتعامل مع هذه المنصة باحترام لكل الأطياف، لكل الأشكال، ولكل التناولات. أنت وضعت نفسك على هذه المنصة أنك تكون شخصية عامة للمجتمع، تخاطب المؤهل علميا، وتخاطب البسيط، وتخاطب الرجل، وتخاطب المرأة، وتخاطب الطفل، والجميع تخاطب يعني. بمناسبة المرأة، احنا كمان اكيد نبغى نعرف دور المرأة في حياتك، لكن حنتكلم عن هذا الموضوع اكيد بتفاصيل اكثر لكن بعد الفاصل. ما زلنا مستمرين في الحديث مع أستاذ سعود، ضيف أول حلقة لسيدة سيدتي أو سيد سيدتي. أستاذ سعود، يعني إحنا تكلمنا في البداية قبل أن نطلع فاصل عن حياتك المهنية، بس لو تكلمنا عن حياتك الشخصية، ما هي بدايات سعود؟ يعني كيف كنت أنت كطالب، بحكم أنه إحنا كمان يعني في الأيام دي كنا مقبلين على دراسة في يوم ما؟ أنا طبعا بالنسبة للدراسة أنا كنت من محبين دراسة، وبالتالي يمكن أحد الدلائل على هذا الكلام أني أنا أعمل وأدرس طول حياتي، أعمل وأدرس من أيام الثانوي حتى، ما شاء الله. وبالتالي الدراسة بالنسبة لي حياة. واليوم مسوي تغريدة أنا ماخذ اقتباس على الكلام ده، أن الدراسة حياة، واللي ما يستوعب هذا الحكمة ما يعيش الحياة. يعني اللي ما يدرس ويستمتع بالدراسة ويوظف التوظيف المناسب ما يعيش الحياة بشكل كويس. صحيح. كنت من المتفوقين الحمد لله، وبالتالي كنت يقول لك يشتغل ويدرس اكيد بيكون متفوق. ما شاء الله ما شاء الله. لا، انت ما تكمل ماجستير الا معدلك عالي، ما تكمل دكتوراه الا معدلك عالي، يعني على اساس انك تكمل الدراسات العليا. كمان المرأة حياة من نوع ثاني، وانا مصرة اعرف انت كيف اثرت على المرأة في حياتك. اول شيء طبعا المرأة موجودة في حياة المهنية وفي حياة الأسرية، وربما أتحدث عن الجانب المهني أكثر من الجانب الأسري، لأن أنا جالس أتعامل معه في واقع الصحافة. لما كنت مثلا في رسالة الجامعة كان الرسالة كانت مستحوذ عليها أعضاء التدريس أكثر من الطلاب، وأنا كنت أؤمن أن الرسالة موجهة للطلاب أكثر من أعضاء التدريس، وللسبب أن الطلاب عددهم 50,000 وأعضاء التدريس عددهم 5,000، وبالتالي الأكثرية هم الطلاب، وهي دورها أن تثقف وتعلم وتوعي، وبالتالي فتحت المجال لكل الطلاب أنهم يكونوا حاضرين في رسالة الجامعة، وأعطيت طالبات في مختلف التخصصات مقالات صحفية، وصاروا عندهم أعمدة صحفية يكتبون فيها، وتحول جزء منهم إلى راويات الآن موجودات لهم روايات في السوق، وأيضا كاتبات صحفيات لهم حضور. وفي طلاب أيضا هم طلاب في الطب وفي الهندسة، وكان لهم حضور مميز في رسالة
الجامعة وأصبح عندهم مؤسسات إعلامية. تحس أن دائما المرأة يكون لها أثر مختلف أو تأثير أو لمسة عن الرجال؟ صحيح الصحفي الرجال مختلف عن الصحفي المرأة. كل أنا قبل شوي تكلمت عن الصحافة المتخصصة. الصحافة المتخصصة تعطي كل الفرص لكل الجنسين، تعطي لكل التخصصات لكل المراحل العمرية. لكن الرجل متحيز. كيف؟ لكن الرجل متحيز. شلون يعني صح متحيز؟ أهم شيء تقول متحيز. لا اليوم بالعكس، أنا أشوف إن المرأة يعني حاضرة في 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 الإعلام السعودي بشكل كويس وموجودة في الإذاعة السعودية من وقت مبكر، وموجودة في التلفزيون من سنين، وأيضا في الصحافة، وفي كاتبات لهن حضور جميل واستطاع أن يساهمن في خدمة المجتمع بشكل أو بآخر، وإلى درجة إن أصبحن عضوات في مجلس الشورى وهن صحفيات أساسا. يعني بدأ الحياة من الصحفية. طيب أستاذ سعود، خليني أسأل لك، أنت مؤسس ملتقى إعلاميون، أحب أول شيء أنك أنت تتكلم لنا عن الملتقى ده بالدرجة الأولى، وقديش الملتقى ده بيساعد، أو أنت لما أسسته إيش كانت فكرتك؟ يساعد الإعلاميين، يفتح لهم آفاق جديدة، يتجمعوا الإعلاميين مع بعض، إيش كان الهدف من ملتقى إعلاميون؟ الهدف من ملتقى إعلاميون، إعلاميون طبعا تأسس ممكن تقريبا حدود 17-18 سنة، وكان له هدفين أساسيين أو ثلاث أهداف. أول شيء طبعا هذا التجمع الآن أصبح جمعية الآن مع الوقت تحول إلى جمعية، هو داعم للمؤسسات الحكومية وللدولة الرشيدة ومواقفها، وبالتالي يعزز المواطنة ويعزز المصلحة العامة. طبعا المجتمع في نوعين من المجتمع، المجتمع العام اللي هو المجتمع بشكل عام، والمجتمع اللي هو الخاص اللي هو مجتمع الإعلاميين. وبالتالي في رسالة للمجتمع العام وفي رسالة للمجتمع للإعلاميين. الإعلاميين طبعا كانوا مش دائما مشغولين بشكل عام في حياتهم، يعني قليل انهم يلتقون مع بعض، يعني دائما في المطبخ الصحفي او في المؤسسات الاعلاميه الى ساعات متاخر من الليل، وبالتالي لهذا السبب يتاخروا في الزواج. نعم، هم يتزوجون او ما يتزوجون، يعني في اسماء كثير ما تزوجت. صحيح. فاوجدنا ان يكون في ملتقى لقاء اسبوعي يجمع، يعني يقوم بالادوار الاجتماعيه في الوسط الإعلامي، أن يقرب وجهات النظر، يتشاركون، يتبنون، يناقشون أفكارهم. هذا الملتقى خرج منه مجموعة مشاريع من ضمنها برامج في التلفزيون أنتجوها زملاء التقوا في الملتقى. جميل. وأذكر من ضمن البرامج برنامج مشهد في الإخبارية على وقت محمد التونسي، وحتى احتفلنا في إعلاميون بنجاح البرنامج وفوزه بجائزة بحضور محمد التونسي. وغير من كثير المشاريع. وبالتالي أيضا هو حلقة وصل بين القائم بالاتصال اللي هو الإعلاميين والمصدر المعلومات اللي هو المسؤولين. أوكي. دائما في فجوة بين المسؤول والصحفي او الاعلامي، وبالتالي نعقد لقاءات بين المسؤولين والصحفيين لتضييق هذه الفجوه ومد الجسور بين كيف كان اقبال النساء على الملتقى ده؟ النساء كانت مشاركتهم متاخره، يمكن من سنتين دخلوا النساء في اعلاميون، والان يشكلون تقريبا حدود 15% من الاعلاميون، واصبحوا الشروط العضويه متساويه للرجال والنساء. يعني زي ايش الشروط؟ يعني ان مثلا يكون عنده اقل شيء سنه في المهنه، ان يكون معها درجه البكالوريوس مثلا بشكل عام، مش اعلام، مش اعلام، بس يكون ممارس للاعلام. اي بس اذا البكالوريوس ممكن واحد متخرج اقتصاد واداره. نعم. ان يكون شو اسمه عمرها يعني لا 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 العمر لا لو سمحت ما بين وبين خلاص طيب موضوع العمر لا ولا الوزن، شوف شيء ثاني. لا لا يعني يمكن ما حيوزنوك اول ما تدخلين للجمعيه. اساسا يعني احنا نقبل ناس في معهم ثانويه وعندنا اعضاء شباب صغار، يعني حتى في هذا، بس هذه هي الشروط ما تنطبق عليهم، نعمل استثناءات، يروحون مجلس الاداره. هذه القاعده، يعني في استثناء، يعني هل الاكسبيرينس حقتهم ممكن هي ايوه اكسبيرينس خبرتهم. اذا عندهم يعني ابداعات في مجال الاعلام نشجعهم. اذا عنده مثلا خبره مثلا 5-6 سنوات وهو مع ثانويه عامه نشجعهم. وبالتالي فيه معايير للجميع، والحالات الخاصه تعامل كحالات خاصه. طيب هل ممكن في يوم من الايام نلقى طبعا هالجمعيه؟ مستحيل نطلق على أحد إعلامي إلا إذا الجمعية عرفت عليه مثلا، أو هي قالت أنه أنا
مني أنا كجمعية أقول إنه هذا الشخص إعلامي. لا هذه طبعا هاي ترجع للجهات التنظيمية، الجهات الحكومية. بس أنتم كجمعية إعلامية يعني أنتم جامعين. لا لا إحنا الآن جمعية مهنية، في جمعية علمية تبع جامعة الملك سعود، جمعية علمية لخريجين الإعلام، وهناك طبعا هيئة الصحفيين، وأيضا عضو أنا مجلس إدارة في هيئة الصحفيين، ولكن إلى الآن ما طلع تصنيف مهني زي هيئة التخصصات الصحية مثلا. الآن أنك أنت تمارس أي تخصص صحي لازم يكون عندك إجازة، إلى الآن في مجال الإعلام ما صار الكلام هذا. طب ممكن نشوفها في يوم من الأيام إن شاء الله؟ نتمنى ذلك. طبعا وزير الإعلام السابق الدكتور عادل الطريفي تحدث عن هذه الجزئية، وأنه لازم يكون في التصنيف للإعلاميين ويكون لهم شهادة إجازة. طب إحنا ليه يا أستاذ سعود إيش ينقصنا؟ يعني إحنا دولة متطورة في جميع الأشياء، يعني لسه قبل ما أنت حضرتك تشرفنا كان عندنا أستاذ أروى بتتكلم عن الأمن السبراني، يعني إحنا عندنا تطور رهيب، إيش اللي ينقصنا إنه إحنا ما يكون عندنا الأشياء دي اللي أنت بتقول عليها؟ هي مسألة تنظيمية، يعني الجهات المعنية فيها يجب أنها يعني تبادر وتسن هذه الأنظمة واللوائح بحيث أنها تحمي المهنة. الآن حماية المهنة هو حماية للمجتمع وحماية للتقدم والحضارة، يجب أن الأمور ما تتداخل. الآن ما حد يقدر يمارس عمل المهندس طبعا. لازم عنده شهادة، ما حد يقدر يمارس عمل الطبيب لازم عنده، وبالتالي الإعلامي يجب أن يكون معايير وما أي واحد يمارس هذا. بس إحنا متفقين إنه الإعلامي مو لازم يكون متخصص أو عنده شهادة بكالوريوس. إحنا ما قلنا، إحنا قلنا يكون في معايير، المعايير هذه تطبق على المنتسبين لهذا القطاع بحيث تضبط المهنية. إحنا لدينا تراجع كبير في المهنة، كيف نعززها ونطورها لازم يكون عندها معايير، والمعايير هذه تكون مطبقة للجميع. طيب أستاذ سعود كذا أنت أوضحت لنا أنه مو شرط أن يكون الإعلامي مثلا معاه شهادة أكاديمية من جامعة أو من كلية الإعلام، لكن في سمات معينة للإعلامي، وأنت كإعلامي أيضا وإن شاء الله هتصير قريب دكتور كمان للصحافة، فاحتاج كذا قبل أن أختم البرنامج أنه أنت نظرة سريعة كإعلاميات، إيش رأيك فينا من الأول كذا للآخر؟ أول شيء يقول طبعاً صعب أن أقيمكم لعدة أسباب. أول شيء طبعاً ما شاء الله محترفين وكل يوم أنتم في الاستوديو وتستقبلون الناس، وبالتالي ليس من زي ما يقول يعني أني أنا أجي أقيمكم. لكن كذا نظرتك كإعلامي وكصحفي سابق، يعني أنت كيف شايف أنه مثلا إحنا كأداء بالنظرة مثلا والله مثلا رؤى فيها كذا كذا؟ لا خليني أجيبك إياها من ناحية من أول بعض وحدة. المذيعات والمذيعين يكونوا مناسبين لنشرات اقتصادية سياسية حوارية تكون مختلفة. صحيح. يعني مو دائما المذيع الحواري يقدر يقدم نشرة. صحيح. يعني أنا من الناس إذا قرأت أوتو كيو أفوت في الحيط ما أستحملها. أحب أني أنا أقرأ من راسي، عرفتي؟ فايش تحس انه مثلا عبير رندا؟ لا لا الان تكلمتوا عن جزئيه مهمه. طبعا الان المذيع كمذيع لما نجي ناخذ المذيع كتخصص صغير في الاعلام، في مذيع الاخبار، في مذيع البرامج، في مذيع المسابقات واللقطات السريعه والكذا، في مختلفه يعني. بس أنا اسم الله علينا ما احنا حد اللي تبغى تقول. انا عارف انا حتصرف عليك ما في شك. طيب يعني جالس بين اربعه تبغى انه يحكي يعني بس خليني اسالك، انت بحكم انك انت في الاعلام من سنين، لو جاتك في يوم من الايام بنت قالت لك انا بتخصص في الاعلام وابغى اطلع التلفزيون عادي؟ ما ادري يعني. طب ايش تنصحها؟ يمكن على فكره انا ولدي يدرس اعلام. أنا ولدي يدرس إعلام. ما شاء الله. بنتك تدرس إعلام؟ ولدي يدرس إعلام. ولدك؟ لا بنتي لا تدرس. هي اختارت. هي اختارت. بس لو كانت تبغى إعلام وأنت ما أدري يعني بشكل عام أولادي ما هم يعني متعمقين في الإعلام. لا ما هم متعمقين في الإعلام زي ما قالت الأستاذة. أنا دائما مشغول عنهم. يمكن شافوا أبوهم. وعمل وطبيعة. صار عندهم ردة فعل عكسية. ردة فعل عكسية. يسمون الإعلام اسمه كويس. أستاذ سعود الغربي استمتعنا جدا بحديثنا معك وحديث معك لا يمل. شكرا لك، شرفتنا ونورتنا في برنامج سيدتي. تسلموا، أنا سعيد بوجودي معاكم وبرنامج جميل واسم جميل وتعاون مثمر بين روتانا ومجلة سيدتي، وإن شاء الله وهذا يعني أحد مؤشرات أن الصحافة تكمل التلفزيون والتلفزيون يكمل الصحافة. سدينا الفجوة احنا عندنا في البرنامج. صحيح. شكرا. مشاهدينا بكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نشوفكم بكرة في نفس الموعد في أمان الله.